واحد النهار واحد الراجل عنده واحد المقاله عطاها لولده قال ليه سير عند مول الحانوت اللي في القند ديال الحومه قول ليه بشحال يشري عندك هذه المقاله. فعلا الابن ديالو مشى عند داك الحانوت وسولو قال لي مول الحانوت انا نعطيك فيها 50 درهم. رجع عند باه قال لك مول الحانوت هذيك فيها 50 درهم. قال لي واخ دابا سير عندك الماغني اللي في الحومه الاخرى وعطيه هذه المقاله وقول لي بشحال تشريها. فعلا عاوتاني مشى الابن ديالو عند الماغني قال لي بشحال تشري هذه المقاله. قلبها الماغني لقاها بالله قديمه وعندها القيمه قال لي نعطيك فيها 500 درهم. رجع عند الابن الاب ديالو قال لي راه الماغني عطانا فيها 500 درهم. قال لي دابا سير للسونتر فيل وسط المدينه كاين تما واحد المتحف تعطيهم هذه المقاله وشوف شنو يقولوا لك. فعلا مشى الابن عندك المتحف عطاهم المقاله جابوا واحد الخبير قيمها لقاها بالله مقاله قديمه ونادره عطاو فيها 50000 درهم. هو يرجع عند الاب ديالو قال لي راه المتحف عطاني فيها 50000 درهم. العبره من القصه هو انه ما خاصكش او ما خاصناش نحطوا راسنا في وسط واحد الظروف ولا وسط واحد الناس اللي ما تيعرفوش القيمه ديالنا ومبقاو مقلقين علاش ما عطيناش القيمه ديالنا. بغيتي الناس يعرفوا القيمه ديالك سير عند الناس اللي يقدروا يقدروا القيمه ديالك. تحياتي.